ابدا مش هون ثم ابدا ومشي يلا شو نسيت وكيف نسيت بس عشان عندك شيء على هذول الكامل اليوم النهار خلاص قلنا شو نسيت الشطر بس مقسوم لكذا جزء خلاص كان الجزء الوحيد اللي فاضل لي جزء اير لودد الاسبوع الجاي هبدا بالاير لودد اكيوليتور هشرحه واشرح تورك كونفرتر معلوش اي مسائل مش معانا خلاص نشرحه برده الاير لودنج وبعدين التورك كونفرتر وبعد كده عندي مساله رقم 8 في الشيت لو كان في وقت الاسبوع الجاي هنعمل كويز تاني حسب بقى الدكتور بيقول بقى احنا ممكن عايز نعمل كويز ونخلص من الاسبوع ده خلاص احنا عندنا عشان نسيب مسائل تقول لك ايه خلاص الصوت عشان ما نمشي الصوت مش واصل خلاص كم مساله في الاول على الويت لود اكيوموليتور خلاص كم مساله بعد كده على هيدروليك كابلنج اللي هو مساله رقم 10 اللي النهارده مساله 5 سي 5 اي وبي مساله بروف كده ومساله على الويت لود هبله كده خلاص ومساله فضلك اللي هي في 1 8 على اير لود قلنا 8 ايه مهمه واحنا جيت مع الدكتور فيها فقال خلاص ايه في وقت المره الجايه بس مش مهمه قوي المساله يعني خلاص هنا مسألة عبارة عن ايه اللي عندك ايرث موفينج ماشين مسألة بقى عشان انا رسمتها لك كانت سهلة الناس كلها حلتها المسألة دي لو سألت لما كناش احنا رسمناها على السبورة ناس كتير جدا هتقعد فيها خلاص خلي بالك الحتة دي هتلاقيها هتحس انت المسألة خلاص كذا مسألة ما تقدرش تنسيها في مسألة برضه هنلاقيها في المرة الجاية لو في وقت بإذن الله نجربتيه في امتحان كتير خلاص الدكتور كان دخل بيع جزئين كده او ثلاث اجزاء في بعض مش مسألة واحدة هنلاقيها برضه الاسبوع الجاي مش هنلاقيها برضه واحد منهم خلاص بقول لك ايه انا عندك الافشنس بتاعت الجير بوكس انت عندك شو اسمه ادي الانجن ده المحرك بتاع العربيه بتاعتك خلاص او بتاع الماشين اللي بتتحرك على الارض دي ادي الانجن بتاعك واصل بهيدروليك كابلنج خلاص منسين والهيدروليك كابلنج ده منسين بيوصل بجير بوكس خلاص الجير بوكس فايدته كلها انه يقلل السرعه ويزود التورك على عجل وانت عندك ادي هنا في سرعه خلاص عشان انقل السرعه دي بالعجله دي عملتها على كذا ستيب الستيب الاولانيه عن طريق هيدروليك كابلنج يقل هنا المفروض السرعه والتورك زي ما هما بس لو حصل اي ستيب هنا او حصل اي مشكله هنا قدام العجله خلاص ما ياثرش على المحرك خلاص ده اللي بيحصل حتى في العربيه بتاعتك عشان نسيب بيحصل اي مشكله في العربيه بيحصل بقى ايه؟ الكلاتش بيفصل ويوقف العربيه خلاص؟ طيب يديك ايه معلومات اللي اديها لك؟ قال لك ان الستيب الهيدروليك كابلنج 3% الستيب 3% عشان نسيب خلينا اكتبها على طول ان الهيدروليك كابلنج افشنسي 97% فدي معلومه قال لك ان الافشنسي بتاعت الجير بوكس 94% وده قلنا عشان نسيب ده مش ان على ان ده باور على باور خلاص دي كانت باور على باور برضو بس ايه اللي حصل التورك هنا بيساوي التورك هنا فالتورك راح مع التورك خلاص وتو بقى على 60 راحت مع تو بقى على 60 فاصبحت في الاخر ان على ان خلاص فالمساله انت حليتوها وبلغتوها سهله عشان خاطر انا رسمت لك الرسمه لو كنتش رسمت لك الرسمه كان الموضوع اصعب بكتير فركز معايا خلاص ايه ده يا باشمهندسين قلنا قال لك بيديلك الفلوس بتاعت الماشين دي خلاص 3 متر بير سكند خلاص اف ريزيستنس عندك على العجل 20 طن بيديلك بالطن وانا نعمل ايه يا باشمهندسين المفروض موجوده بالطن خلاص ان ايه بيديلك ان للشافت ايه سرعه الشافت ايه 3000 ار بي ام خلاص والستيب قلنا بتقابل 3% ايه المطلوب؟ مطلوب منك ثلاث حاجات التورك والسرعه على الشافت بي اه يا باشمهندسين التورك والسرعه على الشافت بي ده كان اول مطلوب عندك الافشنس بتاعت الهيدروليك كابلنج دي بالديفنس على طول طلعناها قلنا ان هي بتساوي 1 اصل الستيب اللي هي ب 97% خلاص عايز منك الجير ريشيو اللي هي قلنا ان بي على ان سي خلاص عملنا ايه؟ معظم الناس حلت المساله صح طلعت الارقام كويس خلاص بس زي ما قلت لك ان انا سيبك المساله فالموضوع كان سهل لازم تتدرب بايديك كويس جدا خلاص قلنا شو هنسيب فكره المساله كلها في الجزئيه دي انت عندك العجله دي عشان نسيب اديها لك سرعه 1 متر خلاص والسرعه الخطيه هنا 3 متر بير سكند وقف ريزيستنس ب 20 طن اعمل ايه منها يا باشمهندسين قلنا الباور قلنا كذا قانون من الباور عشان نسيب ومنهم القانون دوت فورس في فيلوستي خلاص فده ريزيستنس فورس عندك من 3 ب 20 طن احولها عشان نسيب تبقى 20 بكام؟ ب 10 اس 3 بكام؟ 9.8 من 10 مضروبه في اللينير فيلوستي في اللي هي بكام يا باشمهندسين؟
3 خلاص. في نفس الوقت بتساوي ايش من س؟ التورك في اوميجا خلاص، التورك على الشافت سي خلاص في اوميجا للشافت سي خلاص. فكرتك الاوميجا 2 باي ان على 60. طيب اعمل ايش من س؟ هل عندك ان او عندك التورك؟ لا، اجيبه منين؟ الفيلوستي. الفيلوستي ايش من س؟ السرعه الخطيه. كان اصلها اف ايه؟ اوميجا. اوميجا للشافت سي في ار للعجله دي. هو مدي لك قطر كل واحد متر، يبقى الار بكام؟ بنص خلاص. والسرعه بكام؟ بثلاثة. هلا طلع من هنا ايش من س؟ الاوميجا. يبقى الاوميجا بكام؟ 6 ايه؟ راديان بالثانية. دي اوميجا سي خلاص؟ اللي هي بتساوي مين ايش من س؟ 2 باي ان سي على 60. بقى عندك ال ان سي، يلا طلع من هنا مين؟ التورك سي. ارجع تاني، ايه المطلوب بقى؟ مطلوب التورك بي وان بي. انا عاوز هنا التورك وعاوز الان. الان اقدر اجيبها ولا ما اقدرش؟ اقدر. منين؟ من كفاءة. تاني كده تورك سي ممكن تجيبه من هنا على طول خلاص. كسر يا شونسين. انا شفت المسائل الناس بتديه الورق كذا، كل واحد حل بطريقه مختلفه، ده كويس جدا خلاص. ناس عملت يا شونسين، ناس قالت هنا ما حسبتش الباور اف في على طول، لا ناس قالت ان التورك هنا عباره عن اف في ريزيستنس خلاص، وبعد كده اضربها في الاوميجا تدي لك برضه باور نفس الارقام. يعني شوف ناس حلها كده وناس حلها كده خلاص. دي حاجه. انت عندك الافشنسي بتاعت الهيدروليك كابلنج هي ان على ان، قلنا شونسين برضه عشان ليه الناس برضه سالت السؤال دوت، هل الافشنسي بتاعت الجير بوكس بتساوي ان على ان؟ لا، الكفاءه كان اصلها باور اوتبوت على باور انبوت خلاص. بس قلنا لما هنا باور اوتبوت على باور انبوت، وقلنا اول معلومه في الاول خالص السكشن، التورك هنا بيساوي التورك هنا، 2 باي ان على 60 هي 2 باي على 60 هتقولوا مع بعض، فاصبح الافشنت بتاعت الهيدروليك كابلنج هي الان بي او الان اوتبوت شافت يعني سمينا هنا بي على ان ايه خلاص. لكن مش اي كفاءه نفس الطريقه دي خلاص، اي كفاءه ثانيه باور على باور خلاص. فمن هنا عشان تسين عندك الان ايه ومدالك في المساله، وعندك الافشنت بتاعت الهيدروليك كابلنج انت جبتها اللي هي 1 ناقص الستيب، اقدر اجيب من هنا مين؟ الان بي بكام؟ خلاص بقى عندك الان بي دي كانت مطلوبه منك في مساله. عشان اجيب التورك بي اعمل ايش من س بقى؟ الا يربط لك ما بين التورك بي والتورك سي اللي هو معلومه عندك الكفاءه بتاعت الجير بوكس. ادي الافشنسي بتاعت الجير بوكس نفس الكلام، قلنا باور اوتبوت على باور انبوت اللي خارج من الجير بوكس اللي هي مين ايش من س؟ تورك على شافت سي في ان سي، يعني اصلها 2 باي ان على 60، 2 باي ان تحت على 60، فال 2 باي على 60 بتصير مع 2 باي على 60. هنا التورك على الشافت بي في ان للشافت بي، الباور اوتبوت من الجير بوكس هي سي، على الباور انبوت في الجير بوكس هي البي خلاص. ال 2 على 60 راحت مع 2 على 60، الكلام ده عشان سين عندك بيساوي 92%. خلاص ركز معايا بقى، ادي عندك ان بي عندك خلاص، ان سي عندك، التورك سي سهل سي عندك، تقدر تجيب هنا مين؟ التورك بي. ماشي يا شونس 94%، بس قبل تكمل نص الوقت قدرت اجيب مين يا شونس هنا على طول؟ التورك بي. فده كده ايه؟ المطلوب الثاني او المطلوب الاولاني، تورك بي وان بي. اخر حاجه عندك يا شونس عايز تجيب مين؟ ار للجير بوكس. ار للجير بوكس جابك قلنا يا شونس الجير ريشيو يبقى اكبر من واحد خلاص؟ اللي هي ان بي على ان سي، ادي ان بي على ان سي، دي عندك ودي عندك، تقدر تجيبها تلعب بكام يا باشمهندس؟ حوالي 50 مكسور خلاص؟ ثواني يا باشمهندس، ثواني يا باشمهندس، الحين كده مسألة رقم 4 مع بعض خلاص على الجزء اللي فات في الوقت بس ايه؟